بلا طول سيري للتواصل معنا zavanonline.com وجميع شبكات التواصل. العنوان التالي بالفقرة الأولى لليلة هو السؤال: هل هي مشكلة مستشفيات أم مشكلة مواطن على أبواب مستشفيات؟ هل فعلا ما في أماكن بالمستشفيات أم هذه طريقة للمستشفيات ترفض المريض الفقير اللي بيكون على حساب وزارة الصحة أو على حساب الضمان الاجتماعي؟ قبل مشكلة النورس بمطار بيروت هالأسبوع، الحدث الاجتماعي الأبرز بالأسبوع الماضي وبالفترة الانتقالية خاصة بين الحكومة الماضية والحكومة الجديدة كان توقف بعض المستشفيات عن استقبال المرضى وخاصة المسجلين على الضمان الاجتماعي أو وزارة الصحة. الموضوع كان مستغرب واعتبر وكأنه ردة فعل عفوية أو غير منضبطة من النظام الصحي على مغادرة الوزير وائل أبو فعور وزارة الصحة، وكأنه يعني كان هيك حدا خانق حدا وفجأة ما عرف كيف بده يعمل ردة فعل، إنه كل شيء بده يغير كل القرارات فجأة. هل هذه كانت ردة فعل السيستم، الإدارة، البيروقراطية، المستشفيات، القطاع، الأطباء أو لا؟ هل الأمر خلينا نفكر نعمل تقييم لتجربة وائل أبو فعور بوزارة الصحة كحالة أو نموذج ممكن الاستفادة منه بأي دراسة للتركيبة اللبنانية وللإدارة والبيروقراطية اللبنانية وكمان للقطاع الصحي بشكل عام؟ يعني إذا صرنا سنوات بنحكي على القطاع الصحي، فينا هالمرة نرجع نحكي بالموضوع من زاوية وائل أبو فعور وشو عامل وسلبياته وإيجابياته. على كل الأحوال الليلة ما رح نعمل هيدا الشيء، مش الليلة، الليلة رح نطلق سلسلة على علاقة بالملف الاستشفائي بلبنان، والموضوع المشكلة اللي بدنا نبلش فيها هي موضوع الأماكن بالمستشفيات، ومنوضع هالسلسلة ككل برسم وزير الصحة الجديد غسان حصبيني وحصباني ووزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولة تويني. نبدأ هالملف الليلة مع نقيب أصحاب المستشفيات المهندس سليمان هارون. الأسبوع المقبل عندنا نقيب الأطباء البروفيسور ريمون صايغ، ومن كافة تباعا مع قطاعات صحية مختلفة. وطبعا المجال مفتوح أمامكم إذا بتحبوا تشاركونا بأي تجربة أو بأي خبرة أو بأي رأي له علاقة مباشرة بهذا الملف. دكتور سليمان هارون اهلا وسهلا فيك وشكرا لك. دائما بنشوفك دكتور مع انه اختصاصك مهندس، بس بين الهندسه والطب في اليوم مستشفيات لبنان وهالازمه مع المواطن. ليش فجاه ظهرت هالازمه، عدم وجود اماكن بالمستشفيات اللبنانيه؟ هي مشكله واقعيه وما ظهرت فجاه، هذه مشكله مزمنه وكل سنه عم بتزيد عن سنه، وفي إلى أسباب موضوعية ومنا متعلقة بوزير معين، ذهاب وزير أو مجيء وزير جديد. هذه المشكلة نحن عم نعاني منها بدأت منذ سنوات، ولحتى ظهر أكثر يعني لحتى نفهم عن شو عم نحكي، بعطي مثلا سنة 2005 كان عنا بلبنان ما يقارب 10500 سرير استشفى ما بين مستشفيات خاصة ومستشفيات حكومية. نحن هلا بال 2017 العدد بعده بحدود ال 11200 سرير، يعني عمليا ما زاد اكثر من 3-4% عدد الاسره بلبنان. بالوقت يلي سنه ال 2006 وال 2005 كان عدد المرضى يلي بيدخلوا الى المستشفيات لا يتعدى 600,000 حاله دخول بالسنه، بينما نحن سنه ال 2016 2015 كان 850,000 حالة دخول إلى المستشفيات. نعم. يعني في زيادة بحدود 40% بحالات الدخول وزيادة في عدد الأسرة لا يتعدى 3-4%. نعم. هذه على مدة 11 أو 12 سنة، مع أنه في مستشفيات أقفلت. يعني أنا كنت في مستشفيات أقفلت بسبب هذه غير قصة، بسبب الأزمة المالية والأزمة المادية اللي كانت عم بتعاني منها، ولكن هون نحن أمام واقع في خطر على السلامة العامة. نعم. وعم بقولها بكل وضوح وبكل فم ملآن، ويجب عمل شيء أساسي لمعالجة هالمشكلة. أنا ما بدي فوت بلغة المواطن يموت على أبواب المستشفيات ونعمل دراما، بدنا نحكي علم. شو المشكلة؟ يعني المريض عم بيفوت على المستشفى على الطوارئ. ليه ما في زيادة بالأسرة؟ وهل طبيعي عدد المرضى يتكاثر
خلال هالعشر سنين هالقد او هيدا مش طبيعي الرقم؟ لا، في زيادة. اولا ما تنسى انه في زيادة بمعدل عمر الانسان، وبالتالي عم بيعيش اكتر، وانت بتعرف يعني كل ما زاد بالعمر كل ما صار هو بحاجة الى استشفاء اكتر. موضوع اللاجئين ايضا في عنا سنة 2015 وكذلك الامر سنة 2016 ما يقارب 70,000 حالة دخول سوريين الى المستشفيات، هودي لوحدهم بشكل عدد. بس كمان 70,000 مش قليل لمليون ونص؟ هلا في هذه مشكلة تانية، يعني عدم إمكانية دخول السوريين إلى المستشفيات للاستشفاء بسبب عدم وجود أي تغطية لهم. هذه مشكلة مستقلة. للأسف مش كلهم عم يتحكموا مثل ما لازم، ومش كلهم عم بيقدروا يدخلوا على المستشفيات لما بيكون بدهم حالات دخول إلى المستشفيات. لكن هذا نرجع. طب الوزير أبو فاور، نعم، اللي يعني تدخل بموضوع السبع بهارات، ليه خلال السنتين ونص ما صار في معالجة جدية للأماكن والشغل بالمستشفيات؟ لأنه بدأ هذه خطة متكاملة لحديت هلأ ما شفنا حدا مسؤول. ما بدي أذكر أو ما بدي حدد الوزير أبو فاعور بحد ذاته، هذه مشكلة مسؤولة عنها الحكومة كلها سوا. يجب أن يكون لدى الدولة اللبنانية سياسة صحية بتعالج هالمشكلة المزمنة. وهيدي ليش وصلنا لحدية هون؟ وصلنا لأنه القطاع مخنوق، ما في استثمارات لتكبير حجم القطاع، المستثمرين يحجمون عن استثمار أي أموال إضافية في هذا القطاع، وبالتالي ما في مجال لتكبيره، وهذا اختنق. هلأ وصلنا لمحل كل اللي كنا عم ننبه عنه وكانوا ياخذونا بمحلات اخرى وبمنشطات عريضه ومنشطات كبيره واتهام للمستشفيات، صفينا هلا قدام الواقع الاليم يلي كلنا عم نعاني منه. نعم. بس استاذ هارون، يعني ما فينا نتخطى واقع انه ما عم تشوف الا هالمستشفيات عم تتعمر وعم تكبر. ابدا مش صحيح ابدا. واعطيتك مثل يعني بيكونوا بنايه صاير يعني لا صاير لا في كومباوند بين لا ما هذا 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 عم ناخذ نقاش يعني على موضوع. يعني ما بتمرق اليوم امام مستشفى بلبنان الا ما بتلاقي في ورشه. ابدا ورشه عمار. ابدا قليل كثير المستشفيات يلي فيهم ورش وفي اوضاع خاصه. هودي اغلبيتهم يلي عم بيقدروا يكبروا مستشفيات تابعين لكليات طب، مجبورين يضلوا يكبروا، مجبورين يضلوا يحدثوا. تمويلهم لا يأتي من القطاع الاستشفائي، تمويلهم يأتي إما من القطاع التعليمي أو أنه في مؤسسات أو دول وراهم عم تدعمهم بدون ما ندخل ب. طيب شو المانع من أنه تنحط خطة استشفائي أو خطة لمعالجة الملف الاستشفائي؟ ما هيدي مسؤولية الحكومة. ما وضعتها يعني؟ ما وضعتها هيدي بدك تقصير. شو تمنها؟ هيدي تقصير. مش قصة تمن. انت عندك قطاع، اولا بدك تيجي تشوف شو مقوماته، شو نقط الضعف، شو نقط القوة فيه، شو الاخطار يلي عم بتهدده، شو الفرص يلي ممكن تسنح له، وتوضع خطة موازي لهالدراسة يلي بدك تكون تعملها. عنا اشياء كتير بدها تصليح. مثلا اولا عملية التمويل، وما بدي توسع فيها احسن ما نفتح هون يقولوا انه جايين عم نحكي عن الدفع وتأخير بالتسديد المستحقات وإلى آخره. ولكن ما في شك أنه في أزمة مالية، في أزمة لا تقل عن أهمية هي أزمة الموارد البشرية. نحن عندنا نقص هائل بالتمريض، عندنا نقص هائل بالتقنية المختبرة، تقنية الأشعة، الكادرات الإدارية. وبالتالي أنا مثلا إذا بدي أجي أتوسع أو وسع عدد الأسرة بالعناية الفائقة، شو بينفع إذا جبت مكانات وجبت تخوتي وما في ممرضات مثلا أو ممرضين؟ بس هالقد الأزمة؟ هالقد أزمة شو الممرضين والممرضات؟ يعني نحن بحاجة ل 15,000 ممرضة وممرض، في عنا من أصلهم 7,000. لما عم بحكي عن خطة، إحدى بنود هذه الخطة بتكون مثلا فتح كليات لتدريس التمريض من قبل الجامعة اللبنانية في المناطق يلي فيها خزان بشري كبير وفيها بحاجة إلى خلق فرص عمل. هذه مثلا إحدى الخطوات يلي لازم تنعمل. وهي ليه ما بتنعمل؟ يعني نحن نادينا فيها وطلبنا. نعم. من المسؤولين. ما في إلا بينفتح كليات للأطباء، كليات طب. نحن عندنا 12,000 طبيب عامل في لبنان مقابل 7,000 ممرضة.
نحن بيتخرج بالسنة كلها سوا بلبنان لا يزيد عن 100-120 ممرضة، وبالمقابل عم بيجي يتخرج 300-400 طبيب من عدا يلي عم بيجوا بيكونوا دارسين برا. بس كمان ما في يعني كمان بدك تشجيع للممرض يعني الممرضين ظروف شغلهم كمان تمام. والمصاري اللي بيتقضوها بلبنان كمان مش مشجعة، مشان هيك عم بيهاجروا، مشان هيك عم بيهاجروا. وما في إمكانية عند المستشفيات انه تحسن لهم شروط العمل، وما في إمكانية انه تحسن لهم الأجور يلي بتخليهم يبقوا بلبنان. بس أستاذ هارون كمان يعني الفكرة العامة انه المستشفيات فيها أماكن بس ما عم بتفوت ناس لأنه الضمان الاجتماعي ما عم يدفعه لأنه وزارة الصحة. يا أستاذ زفين معلش احترام، أنا ماني عم كذب هون، أنا يعني هيدي الفكرة كيف أنا شو بدي من الفكرة؟ أنا عم بقول لك واقع، أنا نائب المستشفيات عم بقول لك واقع، وبتمنى وبحذر انه اوعى حدا ما يصدقني. عم بقول لكم ما في محلات بالمستشفيات، مش لانه المستشفى ما بدها تستقبل مريض ضمان او مريض وزارة، ما في محلات لحدا، لا مريض وزارة ولا مريض ضمان ولا مريض شركة تأمين ولا لحدا. عم نتآزى في المشكلة من مستشفى لمستشفى، بيجي مريض على المستشفى بنجرب نتصل بالمستشفيات المجاورة كلهم بنفس المشكلة، في أزمة. نحن عم نتخطى الأصول الطبابة، يعني أنا رح أعطيك مثل، لما بيجي مريض على مستشفى يعني يعمل جرحة هذا مفروض يدخل على العناية الفائقة أولا، ثانيا ما فيك تنقله على مستشفى آخر، هذا نان ترانسفيرابل بنسميه، هذا لازم يبقى مطرح ما هو يتداوى مطرح ما هو. عم ننزله عم نعمل له تمييل وقسطلة لشرايين القلب، وعم نرجع نرده على الطوارئ لأنه ما في محل بالعناية الفائقة. هيك بتكون هذا التطبيب هذا؟ طب حكيتوا مع الوزير الجديد؟ طبعا حكينا امبارح، بالتحديد امبارح كان في اجتماع موسع، وزلمة استوعب جاي هو اصلا من خلفية دراسات، كان كان بارتنر بشركة دراسات وبيعرف تماما لما كنا عم نحكي بنعرف شو معنات الكلام يلي عم نحكيه، واقتنع طب لوين ممكن نوصل اذا استمر الوضع هيك؟ من سيء الى اسوأ. انا بسمع كثير حالات من هالنوع انه الناس ما عم تقدر تفوت على المستشفيات، وعم تتهم انه المستشفى ما عم تستقبلها لانه هي فقيرة. شوف احدى العوامل اللي اثرت على خنق القطاع هي الصورة السيئة عن المستشفيات، ويلي ساهمنا كلنا فيها الاعلام، ونحن يمكن ببعض التصرفات، والمسؤولين ببعض الكلمات يلي الكلام يلي بيحكوه، والاطباء ببعض الممارسات. في صوره سيئه عن القطاع الاستشفائي والقطاع الطبي، وهيدي من احد الاسباب يلي ما عم بتخلي المستثمر يجي يستثمر بهالقطاع، احد الاسباب. نعم في اسباب اخرى موضوعيه. هل قد كان دور الاعلام سيء بهذا الموضوع؟ نعم للاسف. هلا الاعلام والوزير ابو فاعون، الاعلام بيصور الامور، كان عم بيصور دائما وما زال الامور السيئه يلي عم تحصل بالقطاع الاستشفائي، ما عم بيحكي عن الامور الجيده. يعني بتفتح، انا بحس بقلبي انه بفتح مجله الايكونومست مثلا بتحكي عن القطاع الاستشفائي ونجاحات القطاع الاستشفائي بلبنان مقارنه مع غير بلدان، بفتح الجرايد بلبنان ما بشوفهم الا اتهامات للمستشفيات وللاطباء. بعتقد انا اللي صار بهالسنتين ثلاثه هو في هاله احترام كانت تجاه القطاع الطبي وتجاه الطبيب انكسرت هالسنتين، يعني صار انه اي مشكله دغري الواحد فيه يطلع بالعالي ويشب شمال يمين ضد طبيب او ضد مستشفى. اكيد، وهذا ترك اثر سلبي جدا، ترك اثر سلبي جدا. يعني اليوم حتى اذا من هلا لبكره قالت في ازمه وما في محلات، عن جد العالم رح تقول لا في محلات بس لانه وزاره الصحه او لانه عن الضمان الاجتماعي ما رح يقبلوا. ايه بس عم بيدفعوا الثمن العالم لمن ما عم بيصدقوني، عم بيدفعوا الثمن انه ما عم يلاقي حلول للازمه لانه عم بيفكروا انه الازمه مفتعله. نعم. بينما هي ازمه واقعيه عم بيعانوا منها. انا تصديقا لكلامك ننجبر اوقات نقول له لمرافق المريض اهله يلي بجيبه على الطوارئ، يا خي طلع اذا بتلاقي تخت دخله لهالمريض على المستشفى. واوقات كثيره بيطلعوا مش بس المرافق المريض، اوقات الطبيب المعالج ما بيصدق انه ما في
تاخذ فاضي، بيطلع هو بيبرم بالمستشفى تشوف اذا في سرير فاضي. احسن للكل انه يصدقوا الكلام اللي عم بحكي. طب بمقابل هذا الشيء في فشل ذريع باداره قطاع المستشفيات الحكوميه؟ لك ما بدي احكم على المستشفيات الحكوميه بشكل عام، في منهم قصص نجاح نجحوا وفي منهم فشلوا. هلا والسبب مش بالضروره يكون الادارات، السبب البيروقراطيه او السيستم او الفساد او الادارات كمان. كل وحده لها سبب خاص، في محلات في امور سياسيه ما فتحت مستشفيات لانه في خلاف على تعيين مجلس اداره. في محلات بسبب الطائفيه والسياسيه تعينوا الاشخاص غير الكفؤين بمحلات دقيقه وما قدروا قلعوا. وببيروت مستشفى رفيق الحريري، مستشفى بيروت كان على رأسه انسان نزيه جدا يلي هو دكتور وزان، صار في مشاكل عنده كلنا صرنا نعرفها، واجا هلا اداره جديده يمكن عم تتحسن الامور. بس هلا قد ايه بالمية من قدرتها ماشي؟ مش فل، ما مش قادر ب هلا عم يستقبل مرضى يعني بطريقه عم يستقبل طبيعية؟ لا عم يستقبلوا مرضى، عم يستقبلوا مرضى ولكن مش بالمقدره الاستيعابيه اللي كانت. طيب الحل بس على كل حال المستشفيات الحكوميه لحتى نحكي شوي. انت كنقيب المستشفيات الخاصه؟ لا بحكي عن ما عندي احراج، بعتبر حالي كمان جزء يعني، بعتبر حالي فرد قطاع. نعم، لانه الحل هو اثنيناتكم يعني، ما في قطاع. المستشفيات الحكوميه لا تتعدى ال 1500 1600 سرير مقابل 9500 بالقطاع الخاص. يعني الحل الجذري او الحل بدايه الخطوات الاولى باتجاه الحل بالقطاع الخاص مش من المستشفيات الحكوميه، اذا هالقد الفرق. القطاع الخاص هو القاطره للقطاع الاستشفائي، ولكن القطاع الخاص لا يخرج عن مسؤوليه الدوله اللبنانيه، نحن جزء من الدوله اللبنانيه، لا بل بالعكس نحن مسيرين، واوقات كثير تفرض شروط على المستشفيات الخاصه من قبل الدوله اللبنانيه. من هون مسؤوليه الدوله اللبنانيه انه توضع خطه استراتيجيه واضحه لكيفيه النهوض من هالمشكله هيدي. القطاع الخاص محل ما بيشوف انه في خساره بالعمل او المستثمر اللي بيشوف انه المستثمرين عم بيلاقوا القطاع الخاص اليوم القطاع الصحي الاستشفائي وجعه راس بلا ما نفوت فيه. بالضبط بالضبط، بسبب هالسنتين والمشاكل اللي قلها عليها. مش السنتين بالاعلام يعني، خاصه هالصوره السلبيه اللي قلت، يعني هالصوره السلبيه اللي عم تنعطى على المستشفيات وعلى الاطباء، اللي قلت يتحمل مسؤوليه الاعلام والمستشفيات والاطباء. كلنا متحمل مسؤوليه، كلنا نتحمل، ولكن ليس هذا السبب الوحيد، في امور طبعا اخرى واضحه يعني. نعم، صرنا نحكي عنها، بس ارفوا المواطنين نحن ونسمعونا نحكي. نعم، عن طب من الحلول مثلا، هل قد يكون يعني السلف ميسره او قروض ميسره من مصرف لبنان يفوت معكم كشريك؟ هيدي موجوده هلا، في سلف، في قروض ميسره من قبل لتوسعه المستشفيات او في بس حتى مع القروض الميسره يعني، اذا بتجي بتدرس الجدوى الاقتصاديه من توسيع مستشفى، ما في جدوى اقتصاديه في ظل التعريفات الفرضتها الجهات الضامنة الرسمية يعني الضمان، الوزارة إلى آخره، ومن ميلة تاني التأخير بتسديد المستحق. موعدين شيء يعني في تاخد فكرة عن شو عم بحكي. في تأخير بتسديد المستحقات تجاوزت مليار ومئة مليون دولار مستحقات للمستشفيات على الجهات الضامنة الرسمية. وعم ينحكى شيء عن جدول الدفع شغله؟ عم ينحكى، مش عم ينحكى، في قانون لتسديد قسم من هالمستحقات بموجب سندات خزينه، قانون صادر من سنه 2012 ولكن للاسف لحديت هلا ما تنفذ. انحكى انه عن امكانيات تنفيذ قريب او ما في شيء؟ عم ننوعد بس ما في شيء اكثر من وعود يعني، في بس مش عم نوصل يعني انا لازم شي طريقه ما تطرحوا الصوت يعني، تكونوا ما بعرف شو لازم ينعمل، بس انه اخر شيء بسبب يعني بسبب كل هالعوامل راح يا سيدي اذا انهار كل القطاع. انا كنائب مستشفى اذا ضليتني على 50 مقابله تلفزيونيه احكي انه في خلل اساسي لازم يتصلح،
واذا طلع بالمقابل مسؤول سياسي واحد وقال انه في هودي المستشفيات حراميه كذابين سرقين بيصدقوا له، ما بيصدقوني لإلي. وصلنا لهون لانه ما عم بيصدقوا الكلام يلي عم بحكي. هلا بتطلع الصرخه ولكن بعدهم لحديت هلا ما بدهم يصدقوا شو السبب الاساسي، شو الضعف، شو الضغوطات البنيويه اللي موجوده على القطاع. نائب شكرا لك، رح نتابع هذا الموضوع. شو رأي نائب الأطباء الأسبوع المقبل؟ إذا عندكم أي خبرة أو أي مشاركة بتحبوا تطلعون عليها فيكم تحكون على 7116111. استراحة ونرجع. مشاهدينا بعدكم بعدنا عم نتلقى الواتساب فيديوز تبعولكم على 7116111، وفيكم تغتنموا هاي الفرصة لتبعتوا لنا قصص صارت معكم خاصة بالمستشفيات أو النظام الصحي بلبنان. ممكن تكون مشاكل واجهتوها أو أشياء منيحة. بعد الفاصل في عنا آخر المستجدات مع قضية المصور اللبناني سمير كسب. بعد الفاصل، أين المصور اللبناني سمير كساب؟ راح ليصور أول يوم عيد الأضحى وما رجع. للتواصل مع زفان الخط الساخن 7116111.